من الإنصاف إني أنا أتكلم أشكر شيكابالا على المشهد اللي أنا شفته الأروع في السوبر المصري. شيكابالا توجه نحو المدرجات زي ما أنتم شايفين في الفيديو، وجبر بخاطر طفل يعاني، جاء هو ووالده من آخر الدنيا في الإمارات إلى أبو ظبي عشان يستمتع بفريق نادي الزمالك ويسعد بالمباراة وبفوز الزمالك بالسوبر المصري على النادي الأهلي. أيوة، الزمالك لم يوفق، وشيكابالا أهدر ركلة جزاء كانت كفيلة بأن تجعل الزمالك بطلا للسوبر، ولكن شيكابالا عمل حاجة تستحق التحية وتستحق التقدير، ومن الإنصاف كما ننتقد إنسان لابد أن نشكره عندما يفعل فعلا رائعا. وهكذا فعل شيكابالا فعلا رائعا، أنه ذهب وأهدى تيشيرته إلى هذا الطفل اللي كان سعيد جدا زي ما أنتم شايفين، سعيد جدا جدا جدا، وكمان استقبل قبلات شيكابالا بمعنويات مرتفعة وقال أنا بحب الزمالك أوي 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 أوي. من أحلى وأجمل لقطات مباراة السوبر المصري هذه اللقطة وهذا المشهد، فعلا حاجة رائعة لابد أن نثني عليها، وندعو الله عز وجل إنه يجبر بخاطر كل واحد بيجبر خاطر حد، حتى ولو كان بتشيرت أو سلام أو بوسة في الهواء. شكرا شيكابالا.